بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 58 سے آج کے سبق کا آغاز کرنا ہے. ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے، ایک ایک کلمہ کر کے آپ کو سکھائیں گے، پھر حدر کی صورت میں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا نحن قدرنا بينكم نحن قدرنا بينكم موت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن وما نحن وما نحن بمسبوقين
بمسبوقين وما نحن بمسبوقين. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. على على نبدل على أن نبدل أمثالكم أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا فيما لا تعلمون. آئیے دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں حدر کی صورت میں. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أأنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه
أم نحن نز أأنتم تزرعونه أم نحن نز أأنتم تزرعونه أم نحن نز زارعون لو نشاء لجعلناه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون
تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون. آئیے ایک مرتبہ حدر کی صورت میں دوبارہ پڑھتے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون. ناظرین اسی طرح آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو پر آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے. ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کامنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.